بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل في التوبيك بتاع النهارده سبانينج تري اوبتمايزيشن. تمام، بمعنى ايه؟ احنا اخدنا قبل كده بروتوكول السبانينج تري وعرفنا ان هو بيحل لي مشاكل كتير جدا ليها علاقه بالسويتشنج لوب. تمام، السبانينج تري يعني ليه شويه مشاكل، وعشان كده عايزين نتعلم المحاضره المره دي والمحاضره الجايه ازاي نحل المشاكل بتاعه السبانينج تري. اول مشكله عندي السبانينج تري كونفرجنس اوبتمايزيشن. يعني ايه؟ معروف ان بروتوكول السبانينج تري بروتوكول بطيء، بمعنى طبعا انا عندي كذا فيرجن. الفيرجن الاولاني كومن سبانينج تري، سيسكو بتسبورت البي في اس تي، وعندي الرابيد بي في اس تي بلس. تمام، حتى البي في اس تي هو اصلا على مستوى كل فيلان كان بيرن الكالكوليشنز بتاعته، بس كان برضو شغال على نفس التايمرز بتاعه الكومن سبانينج تري. بمعنى ان لو كان الروت سويتش هو اللي وقع بوصل للكونفرجنز بعد قد ايه؟ 50 ثانيه، 20 ثانية لغاية ما نلكت ننتخب روت سويتش جديد، وبعد كده 30 ثانية في اللي هي الليسنينج، 15 ليسنينج و15 ليرنينج. تمام، طب لو حصل اي تغيير تاني 30 ثانية. يبقى تاني بصفة عامة، لو حصل عندي اي تغيير في الشبكة في الكومن سبانينج تري او البي في اس تي او البي في اس تي بلس، تمام، طبعا سيسكو بتسبورت بي في اس تي بلس، تمام، كان ايه التايمرز اللي احنا بنعتمد عليها؟ لو حصل ان الروت سويتش هو اللي وقع هوصل للكونفرجنز بعد 50 ثانية، لو أي تغيير تاني حصل هوصل للكونفرجنز بعد 30 ثانية. إنما طبعا الرابيد سبانينج تري بروتوكول أسرع بكتير جدا من البي في اس تي، لأن أصلا التايمرز بتاعته حتى أقل، ده غير كمان إن أنا بوصل للكونفرجنز أولموست في النو تايم ماكسيمم في خلال ثانيتين. تمام؟ التايمرز اللي بنتكلم فيها دي تايمرز مرعبة، وعشان كده سيسكو ظبطت بعض الفيتشرز بحيث إن هي تسرع بروتوكول سبانينج تري. تسرع إيه؟ بروتوكول سبانينج تري. فدي اول بوينت هنتكلم عنها ان شاء الله. البوينت الثانيه اس تي بي فلترز، بمعنى المفترض مثلا ان البورت كونكتد بي بي سي، مثلا البورت كونكتد بي بي سي، فالمفروض ما يستلمش بي بي ديو، لكن استلم بي بي ديو، السويتش هيتصرف ازاي؟ السيناريو الثالث لوب بريفنشن، المفترض ان البورت بتاع السويتش يستلم بي بي ديو، ما استلمش، يتصرف ازاي؟ يبقى الثلاثه فاكتور اللي هنتكلم عنهم عايز اسرع بروتوكول سبانينج تري. البورت المفروض ان هو ما يستلمش بي بي ديو لكن بالغلط استلم. البورت المفروض ان هو يستلم بي بي ديو لكن بالغلط ما استلمش. دول الثلاثه فاكتور اللي هنتكلم فيهم باذن الله. تمام كده؟ طيب نمسك واحده واحده بقى. اول حاجه، اول فيتشر هنتكلم عنه اللي هو البورت فاست. تعالوا مثلا هفترض ان ده سويتش كونكتد عندي هنا بي بي سي. البي سي النهارده ان شاء الله انا هتعامل معاه راوتر، هسحبه راوتر، واثناء العملي هقول لك ليه انا سحبه راوتر، لكن طبعا في البرودكشن المفترض ان الراوتر ده يكون ايه؟ بي سي. تمام، وهفترض ان ده سويتش 1 كونكتد كمان هنا بسويتش 2، سويتش 2. تمام، البورت اللي ما بينهم مثلا اسر 0 اوفر 1، اسر 0 اوفر 1، والبورت ده اسر 0 على 0. تمام، وهفترض ان سويتش 2 ده الروت سويتش. طبعا مين اللي بيبعت بي بي ديو؟ الروت سويتش هو اللي بيبعتها كل ثانيتين، الهيلو بتتبعت كل ثانيتين. تمام، طيب المفترض ان ده بي سي زي ما اتفقنا، فالمفروض ان هو ما يبعتش بي بي ديو، صح كده؟ البورت بتاع السويتش الديفولت بتاعه ان هو بيبقى في الحاله بتاعت البلوكينج، في الحاله بتاعت مين؟ البلوكينج. تمام، لو حصل اي تغيير عندي في البورت، البورت عشان يتحول لمرحله الفورورد هيقعد قد ايه؟ 30 ثانيه، اللي هم 15 ليسننج و15 ليرننج. يبقى البورت ده عشان يتحول من البلوكينج للفورورد قدامه قد ايه؟ 30 ثانيه زي ما اتفقنا. تمام، بمعنى تخيلوا مثلا ان الجهاز ده، الموظف ده جهاز كمبيوتر بتاع موظف، عمل ديسيبل وانيبل للكارت، جاست انه عمل ديسيبل وانيبل للكارت، او الكابل عنده كان لوزن مهزوز جاست انه اتشال واتحط، او حتى الكابل من ناحيه السويتش كان مهزوز جاست ان هو اتشال واتحط. بمجرد اصلا ما اتشال واتحط كده السويتش حس ان في تعديل، اول ما اتشال البورت بقى بلوك، يتحط تاني السويتش هياخد فتره ال 30 ثانيه عشان يتحول عندي لمرحله الفورورد. تمام، معلش 30 ثانيه بالنسبه للاوبريتنج سيستمز بتاعت زمان كانت ماشي ومنطقي. ابسط حاجه، عمليه البوت بتاعت الويندوز كانت بطيئه، لكن عمليه البوت في الويندوزات دلوقتي سريعه جدا. ده غير قلت لك كمان لو الكابل جاست ان هو اتشال واتحط مش منطقي ان اقعد 30 ثانيه. تمام، عشان كده ريكومندد ان اي بورت كونكتد بي بي سي
ان انا احوله لبورت فاست، ان انا احوله لايه؟ لبورت فاست. تاثير البورت فاست ان دلوقتي اساسا هيتحول من البلوكينج للفورورد في نو تايم، كاني كتشبيه كاني بعمل ديس ايبل لبروتوكول الاسبانينج تري. في خطر هنا انه يتحول من البلوكينج للفورورد في نو تايم؟ لا، تمام. انا عندي خطر ما بين السويتشات، وكمان في حاله الريدندنسي، كمان في حاله لو في اكتر من مسار ما بين السويتشات. انما طالما دلوقتي اساسا بي سي وسويتش، مفيش قلق ان يحصل عندي سويتشنج لوب، فمفيش عندي مشكله ان على مستوى البورت ده اعمل ديسيبل لبروتوكول سبانينج تري. يبقى تاني، اي بورت كونكتد باند ديفايس، سواء لابتوب سواء اي بي فون سواء اي جهاز من النوع ده، تمام، الصح ان انا احوله لبورت فاست. تاثير البورت فاست حاجتين. الحاجه الاولانيه قلنا ان هو هيتحول من البلوكينج للفورورد في نو تايم، بس بصراحه انا كعبير مش ده السبب الرئيسي اللي بيخليني احول البورتات دي لبورت فاست. في سبب تاني اهم بكتير جدا. ايه هو؟ نفتكر كده الهيلو اللي هي البي بي ديو. احنا قلنا البي بي ديو اللي هي الهيلو اللي بتاعت ما بين السويتشات. للدقه عندي في منها نوعين، النوع الاولاني اللي هي الكونفيجريشن بي بي ديو، والنوع التاني اسمه تي سي ان توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن. تمام، ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الكونفيجريشن بي بي ديو ده اللي الروت سويتش بيبعتها، اللي الروت سويتش بيبعتها، قلنا بيبعتها كل قد ايه؟ ثانيتين. بيستلمها السويتش ده، السويتش ده مش بيجنريت بي بي ديو، لكن بيمررها للي بعديه. دي اللي هي الكونفيجريشن بي بي ديو. لكن التي سي ان التوبولوجي تشينج نوتيفيكيشن، مين اللي بيعمل لها جنريت؟ اي سويتش. مين اللي بيعمل لها جنريت يا شباب؟ اي سويتش. تمام، بيعمل لها جنريت امتى؟ اول ما يحصل تعديل عليه. بمعنى الكابل ده كان اب بقى داون، او داون بقى اب، حصل تعديل اهو، يقوم السويتش يبعت له كل السويتشات اللي حواليه تي سي ان، يقول لهم يا جماعه امسحوا الماك ادرس تيبل، هنبدا نبنيه تاني من اول وجديد. المفترض ان الماك ادرس تيبل اي انتري جواه بتفضل لمده 300 ثانيه، الايجنج تايم المفترض ان هو بيبقى 300 ثانيه. هو للدقه سويتش 1 لما بيبعت تي سي ان لسويتش 2، سويتش 2 مش هيمسح الماك ادرس تيبل في النو تايم، للدقه هيمسحه في الفتره بتاعه الماكسيمم ايج اللي هي كانت 20 ثانيه. للدقه هيمسحه بعد قد ايه؟ فتره الماكسيمم ايج اللي هي 20 ثانيه. الماكسيمم ايج كده كتذكره، لو كان الروت سويتش بتاعي وقع، بقيه السويتشات بينتخبوا روت سويتش جديد بس بعد فتره الماكسيمم ايج. تمام، تخيل بقى دلوقتي شبكه زي شبكه الجامعه، انتربرايز ضخمه، حجم بيزنس كبير، بمعدل كل قد ايه موظف بيفتح جهازه او بيقفله، او بيعمل ديسيبل وانيبل للكارت، او الطلبه مش عارفه بيعملوا ايه في الاجهزه بتاعتهم. اولموست تقريبا في النو تايم بيحصل تعديل. كل ما يحصل تعديل على اي سويتش، الاقي السويتش ده بعت تي سي ان على مستوى سويتشات الجامعه بالكامل، يا جماعه امسحوا الماك ادرس تيبل، هنبدا ان احنا نبنيه تاني من اول وجديد للدقه بعد فتره الماكسيمم ايج اللي هي 20 ثانيه. ده منطقي؟ وعشان كده قلنا تاني، اي بورت كونكتد باند ديفايس الصح احوله لبورت فاست. تاثيره حاجتين، الحاجه الاولانيه انه هيتحول من البلوكينج للفورورد في نو تايم، الحاجه الثانيه الاهم بالنسبه لي ان لو حصل اي تعديل في البورت ده بقى اب بقى داون، السويتش مش هيبعت تي سي ان بالتعديل اللي حصل لبقيه السويتشات اللي حواليه، وده السبب الاهم بالنسبه لي. تمام، ريكومندد ان انا بفعل البورت فاست في حاله بروتوكول البي في اس تي، البيرفيلان سبانينج تري. يهمني اكتر واكتر في حاله الرابيد سبانينج تري ان انا افعله. ليه بقى؟ انا قلت لو حصل تعديل هنا، السويتش هيبعت تي سي ان لبقيه السويتشات اللي حواليه عشان يمسحوا الماك ادرس تيبل بعد قد ايه؟ 20 ثانيه للدقه. في حاله الرابيد هيبعت لهم تي سي ان فيمسحوه في النو تايم، هيمسحوا الماك ادرس تيبل في النو تايم. يبقى كل ما موظف يعمل ديسيبل وانيبل للكارد، السويتش يبعت للسويتشات الجامعه بالكامل امسحوا الماك ادرس تيبل دلوقتي هنبنيه تاني. وعشان كده يهمني جدا اكتر كمان في حاله الرابيد سبانينج تري ان تاني اي بورت كونكتد بي بي سي باند ديفايس بصفه عامه يتحول لبورت فاست. وضحت الفكره؟ طيب ليه بقى انا موصله ده براوتر؟ لان في فيتشر كده على الراوتر هخليه يبعت بي بي ديو، هخليه يبعت ايه؟ بي بي ديو. يعني في الاول هفترض ان هو بي سي عادي ما بيبعتش بي بي ديو. طب لو بالغلط انا دلوقتي شلت الكابل ده من البي سي ووصلته بسويتش تاني، فانا دلوقتي موصله براوتر عشان بعد كده اشغل عليه فيتشر يحوله لي كانه سويتش فيبعت بي بي ديو، واشوف تاثير البي بي ديو لو اتبعتت على بورت متشغل عليه البورت فاست السويتش هيتصرف ازاي.
وضحت الفكره؟ تعالوا نعمل الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هوصل دلوقتي تو سويتشز، ادي واحد التاني، عشان يبقى زي التوبولوجي بالظبط هوصل ده سويتش 1 وده سويتش 2. طبعا في بيئه الاي او يو قلت لكم قبل كده ان دلوقتي اساسا اول سويتش الماج بتاعه بيبقى 100، تمام؟ تاني سويتش الماج بتاعه بيبقى 200، فانا متاكده ان هو ده اللي هيبقى الروت سويتش بتاعي، وعشان كده بايدي هاجي على السويتش ده اقلل عليه البريورتي عشان يبقى هو ده الروت سويتش، عشان بس يبقى سيميوليتد فعلا للتوبولوجي اللي احنا شرحناه هنا، عشان اكد ان النون روت سويتش بيبعت تي سي ال لو حصل فيه اي تعديل. ماشي كده؟ طيب نسحب برضو راوتر. انا سحبته. طيب نسحب برضو راوتر، ادي راوتر، تمام. هوصل مثلا فاست 0 على 0 بالبورت اللي هو اسر 0 على 0، ونقوم الديفايسز دي ونكونكت عليها لغايه ما الاجهزه كلها تشتغل. هاجي بس على الاي او يو 2 وبايدي قلنا هقلل عليه البريورتي عشان اضمن ان هو الروت سويتش بتاعي، فهاجي في الكونفيجريشن مود واقول له سبانينج تري بالنسبه لفيلان، انا مش هعمل فيلانات دلوقتي فهعتمد على مين؟ فيلان واحد، واقول له ان ده الروت البرايمري بتاعي. كده بقى لو جيت على السويتش التاني شو سبانينج تري ما قاليش ذي سويتش از ذا روت، ما قاليش ايه؟ ذي سويتش از ذا روت، تمام؟ فاللي انا هعمله هاجي دلوقتي على السويتش الاولاني، ما هوش الروت زي ما اتفقنا، تمام؟ هو كونكتد هنا بالراوتر، هعمل بس كده انيبل للانترفيس بتاع الراوتر، فاست 0 على 0 هقول له نو شوت داون، وبالمره عشان ما يعمليش مشاكل هقول له دوبلكس مسافه فل، تمام؟ لو جيت هنا قلت له شو سبانينج تري، اتاكد بس كده ان الاسر 0 على 0 فعلا بقى في حاله الديزيجنيتد فورورد، تمام؟ فلو قلت له شو سبانينج تري على مستوى الانترفيس اسر 0 على 0، تمام؟ دي تقل. لقيت ان السويتش بتاعي بيبعت بي بي ديو، عايز اركز على السطر الاخراني فاقول له انكلود السطر اللي فيه كلمه بي بي ديو، تمام؟ هلاقي البي بي ديو اللي بيحصل لها السنت بيزيد، لكن الريسيف انا مش بستلم بي بي ديو لان ده اند ديفايس. حد هيقول لي دلوقتي ازاي هيبعت بي بي ديو وده مش الروت؟ اه ماشي، ما ده الروت بيبعت، واتفقنا ان النار روت بيستلم البي بي ديو بيمررها، هو بيستلم البي بي ديو من الروت سويتش بس بيعمل لها فورورد، بيعديها للي بعديه. واضحه كده؟ طيب هاجي دلوقتي، مش انا دلوقتي مش مفعله البورت فاست، هاجي بس كده اقول له ديبج سبانينج تري ايفنتس عشان اشوف ايه اللي بيحصل في الباك جراوند، وانزل دلوقتي تحت الانترفيس اسر 0 على 0 اقول له شوت داون وبعد كده نو شوت داون. اول ما اقول له نو شوت داون هلاقيه طبعا هيتحول الاول لمرحله البلوكينج، وبعد كده يقعد 30 ثانيه عشان يدخل في مرحله مين؟ الفورورد، تمام؟ نو شوت داون. بصوا بمجرد ما قلت له شوت داون السويتش بعت تي سي ان على مستوى الانترفيس اسر 0 اوف 1. قلنا تاني اي تعديل بيحصل السويتش بيبعت تي سي ان لبقيه السويتشات اللي حواليه. تعال بقى كده اقول له نو شوت داون ونركز على التايم ستامب، تمام؟ السويتش دلوقتي دخل في حاله الليسننج، هيقعد فيها قد ايه؟ 15 ثانيه. دخل دلوقتي في الليرنينج، ركز هنا تايم ستامب 14 و15 فعلا 29، صح؟ دخل بعد كده في مرحله الفورورد، تمام؟ من 29 لغايه 44 كده فعلا كام؟ 15 ثانيه، يبقى فعلا 30 ثانيه عشان البورت بتاعي يتحول من بلوكينج للفورورد. تعالوا ننزل بقى تحت الانترفيس، وطبعا زي ما اتفقنا سويتش بعت تي سي ان، تمام؟ بالتعديل اللي حصل على اسر 0 على 0، تمام؟ هنزل بقى دلوقتي تحت الانترفيس واقول له سبانينج تري مسافه بورت فاست، مسافه ايه؟ بورت فاست. اول لما اضغط انتر اداني ورنينج بيقول لي البورت فاست المفترض ان هو يتعمل على الانترفيسز اللي كونكتد بسنجل هوست، انما لو عملت الكلام ده على الاجهزه اللي من نوعيه الهاب سويتش بريدج، الاجهزه اللي من النوعيه دي، ده ممكن يتسبب لي في سويتشنج لوب.
وقال لي الكلام اللي انت عملتيه ده مش هيتيك افكت الا لما اتاكد ان انت نون ترانكينج، عشان يتاكد ان هو كونكتد بي بي سي. يبقى الامر ده مش هيشتغل الا لما اقول له سويتش بورت مود اكسس. تمام كده بقى هنعمل تاني شوت داون، وبعد كده هقول له نو شوت داون. واخدين بالكم ان هو ما عملش جنريت لتي سي ال، ما طلعش سيس لوج ان هو عمل جنريت، الديباجنج لسه شغال. نقول له بقى دلوقتي نو شوت داون، على طول جامب تو فور اسفه جامب تو فوروردنج فروم بلوكينج. تمام ما دخلش في المراحل بتاعه الليسننج والفورورد، واضحه كده؟ وبرده قلنا لو ركزنا كده في السيس لوجز ما بعتش تي سي ان لبقيه السويتشز اللي حواليه، واضحه الفكره كده؟ طيب تعالوا بقى نفيريفاي. لو قلت له دلوقتي شو انكلود بي بي ديو، تمام لقيت السنت بيزيد والريسيف ثابت. السنت ايه يا شباب؟ بيرسيف. طيب لو قلت له كمان بورت فاست، قال لي ان البورت فاست دلوقتي حالته ايه؟ انيبلد. تعالوا نفترض بقى ان البورت اللي قصادي ده انا بالغلط كان عندي هنا سويتش 3، تمام انا بالغلط شلت الكابل من الراوتر ده وصلته بالسويتش ده، وصلته بايه؟ بالسويتش ده. وهفترض ان كان فعلا في كابل تاني واصل ما بين السويتش ده والسويتش ده. طبعا قبل ما البورت ده يوصل قلنا تاني كان في كابل هنا، فبالتالي اكيد التو انترفيسز عندي في حاله الفورورد بيبعتوا داتا. انا شلت الكابل من هنا وصلته لهنا، انا لسه قايله كون ان انا فعلت البورت فاست كاني عملت ديسيبل لبروتوكول السبانينج تري، وبالتالي ده قايم وده قايم والاثنين دول كمان قايمين، يبقى انا كده لبست في سويتشنج لوب. يبقى انا كده لبست فين؟ في سويتشنج لوب. وعشان كده ريكومندد ان انت لو هتفعل البورت فاست تفعله مع فيتشر كمان اسمه بي بي ديو بي بي ديو جارد. بي بي ديو ايه يا شباب؟ جارد. ايه البي بي ديو جارد ده بقى؟ معناه البورت ده المفروض ما يستلمش بي بي ديو. لو استلمت عليه بالغلط بي بي ديو على طول يوقع الانترفيس في حاله الايرور ديسيبل. واحنا قلنا كذا مره البورت بتاعي لو وقع في حاله الايرور ديسيبل عشان يرجع يشتغل تاني حاجه من اتنين، يا اما ان انا بايدي انزل تحت الانترفيس اقول له شوت داون وبعد كده نو شوت داون، او ان انا اعمل له ريكفري بعد انترفال معينه. اعمل له ريكفري بعد ايه؟ انترفال معينه. تعالوا نجرب الكلام ده. تعالوا كده الاول هنزل تحت الانترفيس عندي باج قول بقى خلاص. تمام هنزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 واقول له ستاننج تري مسافه بي بي ديو جارد مسافه انيبل. لو جيت دلوقتي على الراوتر عايزه افعل البي بي ديو على الراوتر، يعني احوله كانه سويتش، احوله كانه ايه؟ سويتش. تمام فهاجي الاول على الكونفيجريشن مود واقول له بريتش مسافه وادي له رقم، هنعرف دلوقتي الرقم ده بيعمل ايه. وعايزه اشغل عليه بروتوكول الاي تريبل اي، بروتوكول الاي تريبل اي اللي هو المقصود بيه البي في اس تي. المقصود بيه ايه؟ البي في اس تي. الفكره اللي انا بعملها، احنا طبعا عارفين ان الراوتر الديفولت بتاعه ان البورت بيبقى راوتد انترفيس، فبالتالي كل انترفيس ماست يكون في نتورك اي دي مختلف، ماست يكون في ايه؟ في نتورك اي دي مختلف. لكن انا ممكن دلوقتي اتعامل مع الاثنين دول كانهم بريدج واحد، كانهم سويتش واحد. تمام فهنزل تحت التو انترفيسز دول واشغل عليهم نفس رقم البريدج. يبقى انا الاول بكاريت رقم بريدج في الكونفيجريشن مود وانزل تحت الانترفيسز واقول له التو انترفيسز دول يكونوا تبع نفس السويتش نفس البريدج. فانا في حالتي هنزل تحت الانترفيس فاست 0 على 0 واقول له بريدج مسافه الجروب اللي رقمه 1 بس كده انتر. نيجي بقى دلوقتي كده على السويتش ده، بعد شويه كده لقيته بيطلع لي هنا ايه؟ ريسيف دي بي بي ديو على مستوى الانترفيس اسر 0 على 0 وذ بي بي ديو جارد انيبلد. تمام ام وقع الانترفيس في حاله الايرور ديسيبل، وقع الانترفيس في حاله مين؟ الايرور ديسيبل. لو جيت هنا قلت له شو انترفيس ستيتس، قال لي ان فعلا البورت ده واقع في حاله الايرور ديسيبل بسبب البي بي دي بورت. بسبب ايه؟ البي بي دي بورت. تمام هاجي بس دلوقتي كده على الراوتر واجي الغي الامر ده عشان بس اخليه بطل يبعت بي بي ديو، لان في حالتي بمجرد ما هقوي الانترفيس لو الراوتر لسه بيبعت بي بي ديو هيقع تاني في حاله الايرور ديسيبل. تمام نقومه ازاي؟ قلنا يا اما شت داون ونو شت داون، او ان انا اعمل له ريكفري بعد انترفال معينه. فهقول له هنا ايرور ديسيبل ريكفري. تمام هقومه بعد 30 ثانيه
لو وقع في حالة الايرور ديسيبل بسبب البي بي ديو جولد. بسرعة بسرعة، لو قلت له شو ايرور ديسيبل ريكفري، تمام، عملت انيبل للفيتشر ده، هيقوم بعد 26 ثانية ويطلع لي سيس لوج يقول لي اتمبتنج تو ريكفر، ويرجع البورت تاني كونكتد. تمام لغاية دلوقتي؟ طيب لغاية ما يطلع السيس لوج. يا مسهل attempting to recover، تمام، ورجع البورت تاني شغال وتمام وزي الفل connected. تعالوا بقى نفترض ان انا عايز افعل الفيتشر بتاع البورت فاست جلوبالي على مستوى السويتش. جلوبالي على مستوى مين؟ السويتش. يبقى هاجي هنا في الكونفيجريشن مود واقول له spanning tree مسافة بورت فاست مسافة ديفولت. مسافة ايه؟ ديفولت. تمام، خدوا بالكم من حاجة، الموديلات القديمة كان الامر بتاعي بالمنظر ده. الموديلات القديمة طبعا طلع لي سيس لوج اللي هو الورنج اللي احنا قلنا عليه. تمام، الموديلات الجديدة بقى لو جيت استخدم الهيلب مش هلاقي اوبشن ديفولت، هو قبله عشان انا حافظ الامر، فهقول له انش وبعد كده هلاقي ساعتها ديفولت. ده معناه ان كل البورتات بتاعت السويتش انا فعلت عليها البورت فاست؟ لا طبعا، لان في بورتات اكيد كونكتد بسويتشات تانية ما ينفعش يتفعل عليها البورت فاست، صح؟ الامر ده معناه ان اي بورت هيتحول لاكسس على طول بارلل معاه يتحول لبورت فاست. الامر طالما انا فعلته على مستوى كونفيجريشن مود يبقى ده معناه ايه؟ ان طالما الانترفيس بتاعي ترانك مش متفعل عليه البورت فاست، انما اول ما يتحول لاكسس كده اتفعل عليه البورت فاست. تمام، تقدر برضو ان انت تفعل الفيتشر على مستوى البي بي ديو جارد جلوبالي برضو على مستوى السويتش. يبقى هقول له هنا انش، تمام، عايز افعل معاه بي بي ديو جارد برضو ديفولت. يبقى الامر ده معناه ان اي بورت بقى اكسس هيشتغل معاه البورت فاست وكمان يشتغل معاه البي بي ديو جارد. عندك بقى انترفيس معين عايز تعمل ديس ايبل للبي بي ديو جارد عليه او البورت فاست عليه، تمام، هتنزل تحت الانترفيس واقول له سبانينج تري مسافه بورت فاست مسافه ديس ايبل، او بي بي ديو جارد مسافه ديس ايبل. سؤال بقى، بفرض ان ده مش اند ديفايس، مش جهاز كمبيوتر عادي، بفرض ان ده سيرفر، ان ده ايه؟ سيرفر. طبعا في فيلانات معينه عايزه توصل للسيرفر ولا الاغلب كل الفيلانات؟ كل الفيلانات، وبالتالي الابلينك ده الصح ان يبقى ترانك. وانا لسه شايفه بعينيا يعني لما جيت اشغل الفيتشر بتاع البورت فاست صراحه كده قال لي لازم يكون اكسس، لازم يكون نون ترانكينج عشان الفيتشر يشتغل. طب ما هو ده ترانك وانا فعلا ده سيرفر، فمحتاجه فعلا ان انا افعل هنا الفيتشر بتاع البورت فاست. اعمل ايه؟ قال لك لما تنزل تحت الانترفيس، تمام، واقول له سبانينج تري مسافه بورت فاست مسافه ترانك. مسافه ايه؟ ترانك. انتر، اداني الورنينج الاولاني بس ما قاليش اللي هو التحذير التاني بتاع نون ترانكينج. تمام، طيب الموديل ده لو عايز تستخدم الهيلب فيه انا مش لاقي اوبشن ترانك، انا عشان حافظاه قبل الامر عادي وبيشتغل عادي، لكن لو عايز تستخدمه مع الهيلب يبقى هقول له برده ايه؟ انش مسافه ترانك. اجي مسافه ايه؟ يبقى البورت ده حتى لو ترانكينج يبقى انا برده شغلت عليه البورت فاست. حد وقع مني كده في حاجه في الجزء ده؟ الاسئله بقى